بعد عامين من فراغ كرسي الرئاسة في لبنان، اليوم تجدد القوى السياسية دعوتها لإنهاء الشعور الرئاسي في بلد يعاني من شلل اقتصادي وسياسي. أحد المرشحين لملء هذا الفراغ هو قائد القوات المسلحة اللبنانية الجنرال جوزيف عون، الذي يحظى بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا وفقاً لموقع أكسيوس، حيث من المتوقع أن تكون القوات المسلحة اللبنانية لاعباً رئيسياً في أي تسوية بعد الحرب في لبنان. مسؤولان أمريكيان قالا لموقع أكسيوس إن انتخاب رئيس للبنان أولوية تسبق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وإن واشنطن تدفع باتجاه انتخاب رئيس للبنان قبل الحل الدبلوماسي. وفي الأيام الأخيرة أخبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مستشار الرئيس بايدن آموس هوكشتاين أنه يريد المضي قدماً في الخطة التي وضعتها الولايات المتحدة في يونيو للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان، لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن هوكشتاين أخبر ميقاتي أن الاقتراح غير مطروح لأن الظروف على الأرض تغيرت في الأسبوعين الماضيين. وبدلاً من ذلك قال هوكشتاين لميقاتي إن الأولوية يجب أن تكون لانتخاب رئيس جديد.